بعد ما شرحنا كل هالأسباب، الحين أقدر أقول لك وبكل ثقة ليش أنصح أنك تروح العرس شبعان، مو بس عشان ما تخربط بالأكل، مو بس عشان يستمر يومك وانت معدتك مرتاحة ومستانس، ومو بس عشان توقيت الأكل يكون مناسب قبل العرس، ولا علشان اختياراتك وكمياتك تكون أفضل، مع أن كل هالأسباب أسباب ممتازة أنك تاكل قبل العرس. ولكن السبب اللي يمكن أنت مو حاطه بالحسبان أن أنت الحين رايح مناسبة اجتماعية، تبي تفرفش، تبي تضحك، تبي تسولف، تبي تغشمر. والله العظيم إذا أنت رايح يوعان وناطر البوفيه، نفسيتك هني 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 ناطر، بس متى يفتحون البوفيه، عينك على البوفيه، السوالف بس ناطر بس الناس تخلص سوالف عشان تأكل. حتى لو شخصيتك حلوة تصير شخصيتك مو حلوة، ليش؟ لأن أنت مش أنت وأنت جعان. انت رايح مناسبة اجتماعية، تبي تضحك، تبي تستانس، تبي تغشمر، ما تبي قاعد تفرك بمكانك ناطر يفتحون البوفيه ميت يوع. الاكل يعدل النفسية، اكل قبل لا تروح.